مرحبا بكم من جديد في فقرتنا الطبية. كانت ولا زالت من أكثر العمليات الجراحية دقة، جراحات العمود الفقري والدماغ تتطلب عناية فائقة وفريقا ممتازا وأجهزة حديثة. اليوم ومع التطور الطبي الكبير الذي نعيشه، لم تعد هذه الجراحات مرعبة كما كانت من قبل، فالتقنيات الحديثة التي ترافق هذا النوع من العمليات أصبحت تساعد الأطباء في أداء عملهم وتسهل من المخاطر والآثار الجانبية لها. فما هو جديد الطب لجراحات العمود الفقري والدماغ؟ للمزيد ينضم إلينا في الاستوديو دكتور رافد المحفوظ، استشاري جراحة الأعصاب والعمود الفقري. صباح الخير دكتور. صباح الخير دكتور. أهلا بك. شكرا على الاستضافة. أهلا بك دكتور. يعني كما ذكرنا أنه هذه العمليات من أصعب العمليات وتحتاج الكثير من الدقة، سواء كانت الدماغ أو العمود الفقري. ما التطورات؟ ما الجديد في هذا المجال؟ شكرا. هو بالضبط مثل ما تفضلت، عمليات بدقة كبيرة ومعروفة كانت في السابق، إنه بعض المضاعفات حاليا ممكن نقللها. الطريقة اللي نتوصل بها، وأولا قبل إجراء العملية التخطيط للعملية، فنخطط كيف أقدر أوصل إلى مسبب الحالة المرضية ومسبب ألم المريض بالطريقة الأقصر، فنقول الممر الأقصر الجراحي أو بالتداخل المحدود، أكثر الطريقة للتداخل المحدود. ويبدي هذا الموضوع بالاستشارة المريض من قبل العملية. فحاليا عدت من العمليات ماتي أو المرضى اللي يجون على رأي ثاني، حتى من راحة المنزل مالتهم، مو كل ضرورة يجي للعيادة. فعن طريق التلي ميديسن حاليا أقدر أشوف الرنين عن بعد وانطي استشارة طبية. وموضوع الـ VAR أو الـ Virtual Assisted Reality، أقدر هم يعني نخطط بالرنين ثلاثي الأبعاد، طريقة الوصول إلى مكان المسبب المرض بالطريقة الأسهل أو الأفضل. أنا يعني وزن مريض يكون بالسلامة بيوم ويومين بعد العملية. فقسم من العمليات اللي تشوفوها مثلا تثبيت الفقرات لهذا المريض، قدر يقوم بسلامة ويرجع للبيت ورا يومين من العملية. كانت إيه حالته يعني؟ الحالة ما تفكه، هذا كان المريض عنده أوجاع بالرجلين واستمرت عليه عدة سنين. حاول العلاجات التقليدية، مسكنات ما أعرف إيش، ويعني هو يريد يمارس حياته بطريقة الاعتيادية، يريد يطلع ويا أطفاله، ما يقدر. فبالأخير سوينا هاي العملية، عرضت عليه عدة أنواع عمليات. هو وكمان على هاي الطريقة أنه قدر يقوم مثلا، يوقف، ما يصير عنده الأوجاع مالته مثل ما قلنا، لأن عملية الفتحة تكون صغيرة يقدر يرجع للبيت ورا يوم يومين. جميل. ويمارس هاي الحياة. طيب دكتور، لو نبغى نحمل بشرة لأصحاب يعني مشاكل معينة تكون في العمود الفقري أو في الدماغ بأنه صارت الإجراءات أسهل هذه الأيام، ما نوع الإصابات أو المشاكل اللي اختلف طريقة مثلا علاجها سواء جراحيا أو طبيا بشكل عام بحيث أنها صارت أسهل؟ فمثلا عندي مثال مريضة عمرها 90 سنة، فأكيد ما تعرفين لو مريضة عندكم أهل أو شيء عمرها 90 سنة ما تتوقعين تصير لها عملية. هاي المريضة عم تتحافظ على استقلاليتها، سويت لها عملية بالرقبة، قدرت أيضا ترجع تمارس حياتها الطبيعية. إيش المشكلة اللي كانت عندها؟ كان المشكلة اللي عندها شيء اسمه بالإنجليزي مايلوباثي، معناه ضغط على النخاع الشوكي في منطقة الرقبة بسبب كسر قديم بالرقبة. فسويت لها تثبيت فقرات في منطقة العنقية، وإذا بلا هذا التثبيت الضغط على النخاع الشوكي يزداد شهر ورا شهر، يفقد الإنسان السيطرة على إيديه ورجليه، فما يقدر يمارس حياته بعد، ما يقدر مثلا يدق هدومه، ما يقدر يلزم جلاس مثلا. فمهم جدا استقلالية المريض. والخطوات اللي أو التقنية اللي عندنا إياها بداخل العملية اختلفت. مثلا نفس المريضة قدرت أستعمل جهاز بداخل العملية أثبت مكان ونجاح العملية في وقتها، فأجري سي تي سكان، جهاز المفراس في داخل العملية، نتأكد من سلامة المريض بوقتها، ما ننتظر بعد العملية نشوف شنو وضع المريض، نتأكد إذا العملية نجحت بالضبط. طيب دكتور، يعني الروبوت أصبح يعني خطوة مهمة جدا في المجال الطبي ويدخل في الكثير من العمليات ويكون أكثر دقة، هل هذا صحيح؟ ما مدى تأثيره في هذه العمليات سواء كان العمود الفقري أو المخ؟ الروبوت هو هسه دخل في مجال العمليات، صحيح،
يزداد الاستخدامات بس مو كل العمليات، في عمليات معينه، فمثلا اي عمليه يحتاج تحديد مسار معين نستعملها. فنفس الصورة شفتيها مثلا البرغي معين في تثبيت الفقرة، نحدد مسارها من قبل الرنين قبل العملية، وروبوت يتوجه يحدد مسار الوصول إلى هذا المكان، فيقلل الضرر للأنسجة المحيطة بالعملية الكبيرة السابقة اللي كانت تجرى قبل سنين. فبهالحالة تقل الفتحة، يكون بدقة أكثر، والمريض يقوم بسلامة بسرعة أكبر. أو مثلا أخذ عينة من مكان معين، مثلا ورمة معينة، أيضا يتم تحديد المسار. هي بعدها ما عوضت عن إيدين الجراح، فالجراح بعد لا يزال يكون ضروري، بس بالمستقبل ممكن هم خطوات إضافية، مثلا توسيع قناة النخاع الشوكي. هالأمور هاي ممكن تزداد استعمال الروبوت بالمستقبل بحيث أنها تكون أدق. صحيح. طيب دكتور، الآن من ضمن الجديد خلينا نقول الروبوتات في العمليات أو في غرف العمليات، أيضا إمكانية أخذ صور للأشعة MRI أو غيرها من الأشعة اللي ممكن كانت تأخذ قبل، يعني من وقت المريض قبل العملية وقت طويل، تقدروا الآن حسب معلومات أنكم تعملوها في العملية، هذه من ضمن أيضا التطورات. حدثنا عن هذا الموضوع. فمثلا قبل يعني شنو نعتمد في وقت العملية على الأشعات، وبعد العملية نسوي الرنين. مثل ما تعرفين الرنين مزعج للمريض لأن يدخل فيه نفق. صح. لا انا جربته، هذا خنقه يعني الواحد يحس نفسه. في ناس عندها فوبيا منه يعني. هواي من مرضاي نفس الشيء، فانا مود المريض يرتاح اسوي الرنين او المفراس في وقت العمليه. وهو مبنج وهو ما يعرف، فهو يطلع انا اراوي الصور نجاح العمليه، اقول هذا المكان العمليه هذا سويناها، فما يحتاج بعد اي شيء تشيك. تختصر عليه يعني. نختصر الخطوات، واضافة لذلك اذا يحتاج شيء تغيير بوقت العمليه يتم. أنا متأكد من نجاح العملية في وقتها، ما حاجة أنتظر نتائج. وإضافة لذلك يوجد طريقة المراقبة الحية للأعصاب بداخل العملية. فإحنا نراقب عازات الأعصاب داخل العملية بحيث أمي أن نتأكد من وضع المريض. دكتور رافد، معنا بعض الاستفسارات من بعض المشاهدين، خلينا نرد عليهم ونقدر نفيدهم في الموضوع. هل السباحة مفيدة للغضروف دكتور رافد؟ هذا السؤال وجيه جدا، والسباحة من أكثر الرياضة يعني أنا أنصح بها مرضاي، خصوصا المرضى اللي عندهم مشاكل بالغضروف. هو ما يعيد الغضروف على وضعه قبل مثلا خلينا نقول 10 سنين المريض، ولكن يفيد انه يكثر المسند الموجود، الكور مسلز الموجوده عند الجسم، بحيث الالم يقل الام الظهر. ضروري جدا تقليل الوزن، واضافه مثلا اليوغا، البلاتيز، رياضات جيده، والسباحه هم رياضه جدا جيده. احسن من الركض على المكان شويه يعني هنقول يزيد الشوك للسباين. فالسباحة جيدة. طيب ناخذ سؤال ثاني، هل تنصح بعملية المنظار لعلاج الديسك؟ أي الفقرات الرابعة والخامسة في العمود الفقري؟ هل بعد العملية هذه يوجد شفاء كامل أم أنه علاج مؤقت وسيحتاج المريض لعملية جراحية بعد فترة؟ يعني هو أكثر سؤال متعلق ببعض بس أكثر من لا. أيضا سؤال وجيه بالنسبة للموضوع اليوم، يعني مثلا نعطيكم مثال، سويت عملية منظار لمريضة قبل كذا أسبوع، يوم ثاني هي طلعت يعني بيومها تفتر، ويوم ثاني طلعت من المستشفى، لأن الفائدة ما ناظور، مو كل الحالات تصير، في بعض حالات الانزلاق الغضروفي الفائدة مالتها جرح يكون أقل من سنتيم، ويحسن أوجاع الرجل عن طريق الغضروف. فأيضا ما عنده غضروف يعني بشكل سابق، ولكن الآلام المريض يحسنها، فهو علاج نهائي لآلام المريض. يعني طبعا ممكن استعماله. طيب ما هو أفضل علاج غير جراحي لعلاج عرق النساء؟ مع كل تحياتي. هو مثل ما تكلمنا ممكن هذا يجاوب على المشاهد وعلي أنا. عرق النساء هو شيء شائع جدا، فمثل ما قلتي واحد كل ست ناس فبالاستوديو، إذا نحسب ستة واحد من عندهم راح يكون عرق النساء. هو أنا الحمد لله. غير كذا هتلاقي كل الاستوديو بيشتكي من ظهره ورقبته. بالضبط، هو شيء شائع جدا. اللي لازم نسوي هي رياضات معينه، تقويه الكوما، اليوغا. زين تسوين يوغا؟ لا ما اسوي. لا ما اسوي يوغا. كنت تجي مثلا جديده. طيب ابدا اعمل يوغا وش كمان؟ اعمل يوغا، تريدين تقويه منطقه الكوع. بس اذا ما فادت وتي مثلا تاخذين مسكنات وما رتي تستمرين على المسكنات وتفكرين بفد علاج نهائي، ذاك الوقت نسوي رنين ونشوف اذا اكو ضغط على العصب، وعلى اكثر راح يكون ضغط على العصب
يبقى احتمالات. واحدة من أيضا مثلا مرات تسوي حقنة للعصب على مدى هد الألم، أو إذا علاج نريد نهائي أو لمدة أكثر هو يكون عملية جراحية، أما بالناظر فتحة سنتي، مرات بالميكروسكوب بس نعملها فتحة شوية أكبر، يعتمد على الحالة، مرات تثبيت مثل الصورة اللي شفتيها يعتمد على شنو بالضبط الحالة الموجودة، كل مريض يختلف. طيب هذا دكتور آخر سؤال تقريبا أظن، لأنه ما عاد عندنا وقت. صار لي مدة طويلة وأنا أعاني من آلام أسفل الظهر ولم أجد له علاج، أفيدونا؟ ما هي الأسباب وأفضل طرق العلاج وشكرا. أظن هذا سؤال مرة عام أو يبغى له حلقة لوحده، لكن نحاول باختصار. باختصار هو يوجد أسباب كثيرة لأوجاع الظهر، يعتمد مثلا أيضا من ضمن الصور اللي شفتيها يوجد انزلاق مرات للفقرات، فانزلاق الفقرات يكون الأوجاع موجودة بالظهر أكثر لما الشخص يوقف، بيجي حالة مثلا تثبيت جراحي. بس إذا لا، وهي أسباب خلينا نقول غضروف وما أعرف إيش السوفان، فعلاجها يكون اولا بالعلاج الفيزيائي تقوية الكومسلز والى اخره، بس يوجد اشياء جراحيه بالرنين ان شاء الله. لازم نحدد التشخيص الاول هو التشخيص. طيب شكرا لك دكتور رافد المحفوظ، استشاري جراحه الاعصاب والعمود الفقري، شكرا جزيلا لك. شكرا. شكرا. تحت عنوان الهدف جمع الاخوه والانسانيه تاسس فريق عراق